قاتل وزدنا روعة يا قريما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، أحييكم في بداية هذه الحلقة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي صحح تلاوتك. أسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة بين الفينة والأخرى، كما نسعد كثيرا بتواصلكم على حسابات قناة الرسالة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، كما يسرنا ويسعدنا تفاعلكم على واسم البرنامج صحح تلاوتك، وذلك في وسيلة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا. في كل مكان، تحت كل سماء، وفوق كل أرض، أرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. في هذه الحلقة أقف وإياكم مع ثلاث سور من أعظم سور كتاب الله سبحانه وتعالى. إنها السور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل يوم وليلة، وشرع لنا عليه الصلاة والسلام تلاوتها في أذكار الصباح والمساء، لما فيها من الحصن الحصين والحفظ المنيع بعد حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد من هوام الدنيا وشرورها وآفاتها. نعم، أقف وإياكم اليوم مع سورة الإخلاص، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس، الإخلاص والمعوذتين. جاء رجل إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكان الرجل عليلا مريضا، قد اشتد به المرض وضاقت به الدنيا بما رحبت بسبب شدة الألم الذي كان يصيبه، وطلب من الشيخ أن يرقيه بما شاء الله من كتاب الله. فقال له الشيخ: أتحفظ سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص؟ قال: نعم. قال: اذهب فارقِ نفسك، اذهب فارقِ نفسك ما دمت تحفظ المعوذتين والإخلاص، وأضف عليهما آية الكرسي وسورة الفاتحة، فارق نفسك بها، فأنت لست بحاجة إلى من يرقيك. وما كان جواب الشيخ هذا إلا لما في هذه السور العظيمة من الفضائل الكبيرة، ولما فيها من النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بتلاوة هذه الآيات، ثم بعد ذلك نستمتع باتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. هذه السور المباركات أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات هي السور التي سأقف وإياكم عندها في هذه الحلقة، نتأمل ما فيها من التوجيهات الربانية الكريمة ونتدارس ما فيها من الأحكام التجويدية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. مرة أخرى أيها المشاهدون والمشاهدات أسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، وأبدأ باستقبال الاتصال الأول في هذه الحلقة من المتصلة خالدة من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير والصحة والعافية. اللهم آمين. حياك الله يا أخت خالدة، يا أهلا وسهلا وحياك الله واستعيني بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. خالدة خالدة. نعم. والله ينعم عليك. ولم يكن له كفوا الفاء مضمومة وليست ساكنة. نعم. يخطئ كثير من الناس فيقولون كفوا وهذا غلط، الصحيح أن تنطق كفوا لأنها مضمومة. إن شاء الله. يلا تفضلي. ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
الله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت بارك الله فيك، يعطيك العافية خالدة، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة. المتصلة أم عبده من جدة. أيوة، السلام عليكم شيخ باسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا أم عبده، يا هلا. يا مرحبا. حياك الله يا مرحبا، تفضلي، الله يحييك. حياك يا شيخنا، ربنا ينور طريقكم. اللهم آمين يا رب الكريم، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله، أحسنتي. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت بارك الله فيك، يعطيك العافية يا أم عبده، شكرا جزيلا لك، شكرا. نأخذ المتصلة أروى من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أهلا يا أروى. أهلا بك يا سيد. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنا زعلان عليك يا أروى. لماذا؟ لأنك من زمان ما اتصلتي علينا، من زمان ما شفنا لك مشاركات في البرنامج، وين اختفيتي؟ ها؟ أين ذهبتي يا أروى؟ أروى باقي معنا ولا راحت؟ نعم معاي؟ طيب خلاص، آسفين على السؤال، يلا يلا اقرأ اقرأ، استعيني بالله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، ما شاء الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
شاء الله، تبارك الله عليك يا أروى، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لاتصالك، وشكرا لتلاوتك الجميلة وقراءتك الرائعة. الله يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وينفعك وينفع بك وينبتك نباتا حسنا يا رب يا كريم. شكرا لك يا أروى، شكرا. ناخذ المتصلة سعاد من جدة، أهلا وسهلا بأهل جدة، مرحبا سعاد. يعطيك العافية، الله. مرحبا مرحبا، حياك الله، هلا. الله تفضلي تفضلي، الله يحييك. استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنتي، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سعاد، يعطيك العافية. شكرا لك على اتصالك ومشاركتك، شكرا. نبقى في جدة، والمتصل الكريم أبو عبد الله، يا مرحبا يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الله. حياك الله يا مرحبا. أرحبا، حياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. في العقد، في العقد، في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. العقد، العقى، العقد، أيوة. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا لك على هذه التلاوات المباركة. نأخذ المتصلة مريم من جدة أيضا، لا نزال في جدة، هل جدة ما شاء الله شادين حيلهم، اتصال وراء اتصال من جدة، مبرضين يفكون الخطوط لغيرهم. حياكم الله يا أهل جدة، يا مرحبا، تفضل يا مريم. يا ألو. مريم، هلا يا مريم، وين رحتي؟ أيوة أيوة، من مكة، من مكة، من مكة. طيب آسفين، احنا قلنا يمكن رحت البحر بس. أي لا لا، من مكة. طيب يلا مريم، من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ بخير الله يعافيك، وانت كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. حياك الله، هنيئا لك انك موجودة في مكة بجوار الحرم الشريف. الحمد لله، اي والله الحمد لله. الله يكتب لنا ولكم الاجر والمثوبة. الحمد لله. حياك الله يا مريم، تفضلي استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد،
كفوا أحد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان. لا داعي للاستعاذة في القراءة المتواصلة. القراءة المتواصلة ما دامك تقرأين ما قطعتيها فلا داعي للاستعاذة. لم يرد هذا عن السلف الصالح. ما دمت مواصلة القراءة فتكتفين بالبسملة. طيب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي يا مريم، يعطيك العافية. الله يعافيك على هالقراءة المباركة. شكرا، شكرا لك، والله يوفقك يا رب. شكرا. إلى الخبر والمتصلة أم خالد، حياك الله يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. كيف حالك؟ طيبة الحمد لله. طمنينا عن الولد، عساه أحسن إن شاء الله. على حاله يا شيخ، على حاله، دعيله بإذن الله أن الله جل وعلا بيقر عينك فيه إن شاء الله يا رب. آمين. وتشوفينه إن شاء الله بأحسن حال بإذن الله جل وعلا. آمين آمين. حياك الله يا أم خالد، ويا هلا وسهلا، واستعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنتي أم خالد. نعم. الله ينعم عليك. معلش بس بعد إذنك اتركي لي تليفونك الله يعافيك عند الأخوان في الكنترول. طيب كيف؟ أقول اتركي لي رقمك عند الأخوان في الكنترول. طيب إن شاء الله. حياك الله يا أم خالد. شكرا لك. أعطيني إياه. طيب يتواصلون معك الزملاء إن شاء الله. شكرا لك يا أم خالد. مين معنا؟ خالد من الرياض. هلا وسهلا يا خالد. أهلين وسهلين. مرحبتين، حياك الله. أهلا أهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. يلا يا خالد استعن بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك، يعطيك العافية يا خالد، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لك يا خالد، شكرا لك. المتصل الكريم ياسين من الخرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا ياسين، هلا وسهلا. أهلا، حياك الله يا مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. ها بدأت الاختبارات ياسين؟ إيه. ما شاء الله، مستعد إن شاء الله للاختبار بشكل يعني جيد إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. يلا الله يوفقك يا رب يا كريم، استعين بالله واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنت، بارك الله فيك ياسين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، الله يوفقك ويفتح عليك يا رب. نأخذ المتصلة منى من القصيم، هلا وسهلا يا منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا هلا وسهلا. الله حيك. كيف الحال؟ الحمد لله طيب. اليوم بنشترط عليه قراءة غير قراءة حفص. لا صعبة، ما تحس والله. وش مجهزة لنا اليوم؟ نفسه حفص من مرة مرة؟ صار بعدين. طيب ناخذ خوي وشعبة. ها مثله. حتى شعبة والله. أنا طيب. بس صحت خلص بس. يلا يلا استعيني بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا، كفوا، كفوا أحد. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنتي. طيب يا منى، الآية الأولى والثانية من سورة الإخلاص، اقرأيها واشبكيها مع بعض، كيف تقرأ؟ قل هو الله أحد. لا معرفة. لا الثنتين، الآية الأولى والثانية. أحد الله، أحد الله، أحد الله. لا، قل هو الله أحد الله، قل هو الله أحد الله الصمد. إيه بس مو بالتقاء ساكنين، نحرك أحدهما. أيوة لكن تنطق بهذا الشكل. أيه. قل هو الله أحد الله، أحد الله. نعم واضح. يلا حياك الله، شكرا لك يا منى، يعطيك العافية، شكرا. من معنا؟ مين؟ فاطمة من الخبر، هلا وسهلا يا فاطمة. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ها كيف الاختبارات؟ كويسة. بدأتي ولا لسه؟ لسه. لسه، متى تبدين إن شاء الله؟ الأسبوع الجاي. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب، إن شاء الله أنك الأولى على زميلاتك صح؟ نعم. يا شاء الله، الأولى من فوق ولا الأولى من تحت؟ من فوق. ما شاء الله، أحسنتي ما شاء الله، الله يوفقك يا رب،
يفتح عليك وينبتك نباتا حسن. أمين. يلا يا فاطمة استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله. لا لا فاطمة، إذا كنت تقرأين قراءة متواصلة ما قطعتيها إنك مثلا رحتي مطبخ ولا رحتي تخلصين شغلة ورجعتي، إذا كانت قراءتك متواصلة ما تعيدين الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تعيدينها، بس تقولين البسملة فقط في الانتقال من سورة إلى سورة. واضح؟ أيوة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، تبارك الله على قراءتك الجميلة يا فاطمة، يعطيك العافية، يعطيك العافية، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. شكرا. مين؟ سلاف؟ سلاف. سلاف من مكة المكرمة، هلا يا سلاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مرحبا. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. اسمك سلاف ولا سولاف؟ سلاف. سلاف. لم ألف فاء. أيوة بدون واو صح؟ أيوة. بدون واو، طيب، وش معنى سلاف يا سلاف؟ إيش معنات الاسم؟ الحين بتقول المرأة الجميلة. كلكم كذا البنات. إيش معنات الاسم هذا؟ صحابية. إيش؟ صحابية. صحابية، ها يعني هو اسم لي صحابية، لكن إيش معناته؟ معناته إيش؟ والله ما أدري. والله ما أدري، يلا، والله ما أدري، يلا اقرأي، استعيني بالله، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الفلق. أنت بدأت من تحت. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله عليك، أحسنتي. سلاف، أنت في أي صف تدرسين؟ الصف الخامس. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك. وكم تحفظين من القرآن؟ إلى أي سورة تحفظين؟ إلى والله نسيت اسم الصورة. على كل حال أسأل الله لك التوفيق والسداد، وإن شاء الله بإذن الله تكونين من الناس الحريصة على حفظ كتاب الله جل وعلا والعمل به،
وبإذن الله أنك تكونين من أهل الخير والصلاح والتقوى والسعادة يا رب يا كريم. وأسأل الله تعالى أن ينبتك نباتا حسنا يا سلاف. شكرا جزيلا لك. آمين. حياك الله، هلا وسهلا. بس روحي شوفي ايش معنات اسم سلاف. طيب طيب حياك الله يا سلاف. مين؟ مضاوي من الرياض، هلا وسهلا يا مضاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. تأخرتي اليوم بالاتصال. ايه ما مسكني على الخط. انت دائما ما شاء تبارك الله اول اتصال، دائما انت اللي ماسكة الراية. انشغل اليوم اللي بغين. اليوم المرة بغين فكلم. كأنك نادي الهلال في الأندية الرياضية، ما شاء الله الأول دائما. الله يسعدك. يزعلون علينا الحين. يلا يلا يا مضاوي استعيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. الله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له ولم يكن له له ولم يكن له كفوا أحد. كفوا 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 أحد. لا يا مضاوي ما هو بكفوا، شفت الفاء هذه؟ كفوا مضاوي اسم، خليك معي شوي بس. شفت الفاء؟ ايه. الفاء هذه ما هي بساكنة، الفاء مضمومة فتنطق كفوا كفوا. ايوه احسنتي. يلا ها، ولم يكن له كفوا احد. كفوا كفوا احد. طيب يلا تفضلي. قل اعوذ، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق. ايوه. من شر ما خلق. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر نفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. أيوة. ومن شر حاسد إذا حسد. أحسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله يفتح عليك يا مضاوي، ويضيء لك حياتك، ويضيء لك دربك، ويضيء لك عمرك كله يا رب يا كريم. شكرا لك على هالتلاوة المباركة، يعطيك الصحة والعافية. شكرا. المتصل سعيد من أسبانيا، ومرحبا يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا بسعيد. أهلا وسهلا يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. كيف أمورك؟ عساك طيب. الحمد لله. حياك الله ويا هلا وسهلا ومرحبا بسعيد. الله يحييك. من وين من أسبانيا تكلمنا يا حبيبي؟ مدريد، عاصمة مدريد. ما شاء الله تبارك الله، الله يحييك ويا هلا وسهلا ومرحبا، وأسعدنا بسماع صوتك وقراءتك الجميلة. يلا يا سعيد. إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت أحسنت يا سعيد. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك ويرضى عليك، شكرا لك على قراءتك الجميلة الموفقة السعيدة. أنت قرأت برواية ورش يا سعيد صحيح؟ نعم برواية ورش، أحسنت. نعم بارك الله فيك، شكرا لك يا سعيد، شكرا لاتصالك ومداخلتك، شكرا. جزاك الله خير، حياك الله، هلا وسهلا. من معنا؟ خديجة من خميس البحر، هلا وسهلا يا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحب مرحب. طيب كيف حالك؟ مرحبا ألف، حياك الله. الله يسلمك. كيف حالك طيبة؟ الله طيبة. يلا حياك الله يا خديجة واستعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دربوا لما اسمعوا الآن مبصر وحلا. أعطوها أعطوها الشاشة يا شباب معليش. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلهي إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنتي وبارك الله فيك يا خديج على هالقراءة. وإياك وإياك الله يعطيك العافية. الله يحفظك ويبارك فيك ويشكر سعيك ويشكر لك مشاركتك ومداخلتك وتلاوتك. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، بهذه التلاوة المباركة من المتصلة خديجة من الخميس البحر أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. ختاما يقول قلم الأديب: أنت يا من تشاهدني على هذه الشاشة، أنت يا من تشاهدني ربما على شاشة جوالك، أنت يا من تسمعني ربما بأذنك، هل عندك هم؟ هل عندك غم؟ هل تشكو من كرب؟ هل يضايقك دين؟ هل عندك مريض؟ هل عندك مشكلة؟ بلا شك أن كل إنسان منا في هذه الدنيا قد كتب عليه ما كتب من الهم والغرب، من الهم والكرب والدين والمرض إلى غيرها من المصائب. أتدري ما هو الحل؟ إليك الحل. جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، كيفك، قدر ما تقدر. قال: يا رسول الله، أجعل لك النصف؟ يعني نصف صلاتي أخليها لك، صلاة عليك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله،
أجعل لك الثلثين، يعني ثلثي صلاتي أخليها كلها لك، يعني صلاة عليك. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال إذن يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، كل صلاتي راح تكون صلاة عليك يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأبي بن كعب: إذن تكفى همك، تكفى همك ويغفر ذنبك، دامك تكثر من الصلاة والسلام علي فهمومك كلها مكفية وأمورك كلها منتهية، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أراد لهمومه أن تكفى ولذنوبه أن تغفر فليلزم هذا الصراط المستقيم، وليلزم هذا الطريق الذي دلنا عليه الرسول الكريم، إنه كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، هذا هو باسم السبعي يتمنى لكم مساء عاطرا بذكر الله سبحانه وشكره وحسن عبادته. حتى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قارئي ما أروعك، اقرأ فربك قد دعاك ومقلاك وودعاك، قتل وزدنا روعة يا قارئي ما أروعك، يا قارئي ما أروعك، نورك جملك والشوق كله.